كاين دابا اليوم غادي تشوفوا فيلم بنت الريح اللي فيلم وثائقي كنحيي سناء جدوبي والماس. كاينه مسرحيه دون قيشوح مع فرقه تيفسوين للحسيمه، كاين برنامج ستاند اب، يعني كاينه عندي واحد السهره الاسبوع المقبل يوم 21 سهره في الفكاهه في باريس مع الفنانه حنان الفاضلي في قاعه ارموند بيجار. البارح كان سؤال اخير، البارح كان انطلاق ام بي سي 5 وكانوا حاضرين مجموعه الفنانين البارح في الانطلاق، هل تلقيتي دعوه او هناك مكان دعوه؟ انا يلا عرفت بلي كانت الانطلاقه. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على القناه الصحيفه 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.